زميل عن صحفي تونسي اسمه محمود بوناب محتجز في قطر توا منذ 16 شهر تهمته اهدار المال العام. الزميل هذا كان من الصحفيين اللي وقفوا قناة الجزيرة شيلدرن وقناة براعم على سقيهم وقام بعمل جبار ومتحصل على شهايد دولية في ذلك. اليوم هو محتجز في قطر محروم من جواز السفر وممنوع من مغادرة التراب القطري. ملفه القانوني واضح، زميل ما قصرش، معناها كل النفقات اللي قام بها لما كان يعمل في المؤسسة هذه مسجلة ومفكترة عنده وبعث لنا معناها الملف متاعه. معناها الزميل معناها قانونيا يجب أن يبرأ، والأخطر من هذا دبلوماسيا يلزم يرجع لبلاده، لأنه اليوم فما حالة من السبات العميق اللي قاعدة تعيش فيها الدبلوماسية التونسية فيما يتعلق بالضغط على الإمارة ولا المملكة هيش يقولوا لها تاع قطر، اي هذيك بالضغط عليها، لانه اتصلنا بسفير القطري في تونس وتقريبا صدمنا من الكلام اللي قاله لنا سفير القطري. قال انه لو تعلق الامر بمواطن قطري او صحفي قطري محتجز في تونس او عنده مظلمة في تونس راهو قاوم الدنيا وما قاعدهاش وراهو روح بالريسورتيسون بتاعو هذا قطر. لكن احنا رسلنا الحكومة، رسلنا رئاسة الجمهورية، ولا حياة لمن تنادي. هو مش موقوف، هو ممنوع من مغادرة التراب القطري. تعرفوا انه معناها فما برشا راهو توانسة قاعدة تصير لهم، معناها ما همش صحفيين، انه يتم حرمانهم من 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 جوازات السفر نتاعهم. هذا نظام الكفالة اللي قاعدين يطبقوا فيه. زميل عنده وضعية اخرى، معناها محروم من مغادرة التراب القطري ويمثل نهار 5 فيفري امام القضاء. كما قلت ملف القانوني معناها نظيف، وفما الاستاذتين راضيه النصراوي وسعيده قراش قاعدين يتابعوا له في المحاكمه نتاعو. فما لجنه مسانده للزميل محمود بوناب فيها مجموعه من الشخصيات الحقوقيه والوجوه الاعلاميه في تونس اللي معناها تكفلت باش تدافع على الزميل هذا وتعرف بقضيته. احنا معناها مش نتمناه، احنا نطلبوا من الحكومة هذه باش تحمل مسؤوليتها مع الصحفي هذا المحتجز في قطر. مش معقول نقولوا قطر دولة صديقة وشقيقة وندرشنية مريناش، معناها فما لما يتعلق الأمر بمعناها المطالبة بإطلاق سراح زميلنا المحتجز في قطر يروح لبلاده. ما شفنا حتى شيء، قلنا فما سبات عميق من الدبلوماسية التونسية، فما خوف أو حرج من الخصم في القضية هذه، لأنه الخصم متاع زميلنا محمود بوناب هو الشيخة موزة اللي هي معناها تملك القنوات هذوما. وتعرفوا معناها أنه البلدان هذه أو الإمارات أو المملكات هذه اللي في الخليج عندهم معناها حرج كبير في التعامل القانوني والقضائي لما يتعلق الأمر بطرف يكون معناها من العائلة المالكة أو المقربين من معناها البلاطات الملكية في الدول هذيك. احنا مانيش طالبينهم باش يعملوا معجزة، طالبينهم باش يتحملوا مسؤوليتهم معناها تجاه الزميل محمود بوناب، واحنا مانيش باش نهبطوا دينا، وعندنا محامين قاعدين يتبعوا في القضية ويلزمنا نخرجوه، مش باش نقول نتمناه، يلزمنا محمود بوناب لأنه سبق عرض 4 مرات أمام القضاء، ما لقاوش ضده حتى شيء، وصلوا احتجازه نهار 5 فيفري، معناها من المنتظر انها باش تاجل القضيه مره اخرى لمزيد اطلاع على الملف، وماناش مسيبين معناها ماشيين جوسكو بو في الدفاع على زميلنا محمود بوناب.